أنبر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان من جذع شجرة، كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في الناس. ثم أن امرأة من الأنصار أمرت غلاما لها أن يصنع منبرا للنبي صلى الله عليه وسلم من 3 درجات. قام عليه الصلاة والسلام على هذا المنبر، وعندما قام عليه سمع الناس وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاء الجذع، هذا الجماد يبكي يحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن هذا الجذع حتى سكت. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: عجبا أن هذا الجذع الجماد يحن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيا عجبا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تحن لسنته عليه الصلاة والسلام.